السلام عليكم. اليوم المحاضرة إن شاء الله عن الواكسينج أند كارفينج. هي عمليات تصير بالمختبر، يعني التكنيشن هو اللي مسؤول عنها بتوجيه من الدنتست، بس ضروري كلش الدنتست يعرفها حتى يعرف من التكنيشن يرجع للشغل شنو الخطأ، أو إذا صارت عنده مشكلة بالريتنشن أو الاستيبيليتي بسبب الواكسينج يعرف يوجه التكنيشن إنه شنو المشكلة وشنو ممكن يكون الحل الصحيح لها. وإن شاء الله إذا صاروا أخذتوا مختبر راح تعرفون وتطبقوها بإيديناتكم وتفتهموها أكثر. بداية الواكسينج it is the contouring of the wax base of trial denture into the desired form. يعني إحنا قلنا إنه بالترايل دينشر أخذنا إحنا البايت طبعاً، أخذنا الvertical dimension وأخذنا centric relation وإجانا الدينشر بأسنان. من يجينا الدنشر بي أسنان، هاي الخطوة أسميها ترايل، يعني راح أجرب كأنما هذا الدنشر كامل. ها هي هو البيز بليت وعندي الواكس ريم وعندي الأسنان، كأنما الدنشر كله كامل بشكله بأسنانه بكل شيء، بس باقي أنه يتحول الواكس والأكريليك الكولد كيور إلى هوت كيور أكريليك، والأسنان تبقى بمكانها حتى يصير عندي الدنشر النهائي. زين، من يجيني بالترايل لازم يكون الواكس متسوي بشكل مناسب، بشكل يعيد لي الناتشرال اناتومي مال البيشنت. هاي البروسيجر راح اسميها واكسينج. It is the contouring of the wax base of trial denture into the desired form. يعني يعدلون على الواكس اللي موجود تحت الأسنان أو حوالين الأسنان وبالبلت حتى يسووه بالشكل المناسب اللي هو يشبه الناتشرال تيث. The polished surface which will be in contact with the oral tissue developed by contouring the wax. The polished surface تذكرون قبل قلنا عندي polished surface وعندي occlusal surface وعندي fitting surface. The polished surface هو الدنشر من برا، الفيس مال الدنشر اللي يواجه التشو مال الاورال كيفيتي. Which will be in contact with the oral tissue developed by contouring the wax. إذن هذا polished surface اللي هو راح يواجه التشو اللي موجودة بالأورال كيفيتي لازم أسوي له واكسينج، لازم أسوي شيبينج للواكس الموجود به بحيث أنه يشبه الناتشرال شيب مال البيشنت قبل ما يفقد البون، يصير عنده بون ريزوربشن قبل ما يفقد الأسنان. The form of polished surface of a denture influences it. إذن شكل البولشت سيرفس، ليش أنا أريد أسوي واكسينج للبولشت سيرفس وأسويه بشكل معين؟ لأنه من أسويه بشكل معين أو هو البولشت سيرفس بشكل عام يأثر لي على شغلات. أول شيء يأثر على retention and stability of the denture، وهسه راح نشوف شلون يأثر على retention and stability. وثاني شيء راح يأثر لي على الاستاتيك الجمالية مال الدنشر. The aesthetic of complete denture is not related to the arrangement of teeth alone. إذن هي مو مسألة أصفط الأسنان بشكل حلو ويشبه الناتشرال، لا، حتى البولشت سيرفس لازم يكون متسوى بشكل حلو. We attempt to simulate natural anatomy of patient mouth which includes size, shape and contour of missing oral tissue during construction of complete upper and lower denture. إذن هو مو بس replacement of the missing teeth، هي أيضا replacement of the missing oral tissue اللي هو الريزوربشن مال البون اللي صاير، اريد ارجع الشكل الطبيعي واريد ارجعه بالشكل يشبه الناتشرال اناتومي مال البيشنت. فالشكل مال البوليش سيرفيس راح ياثر لي على الريتنشن والستابيليتي بالاضافه الى الاستاتيك. There are three principal surfaces concerned in the functional stability of the denture. هاي السيرفيسز اللي شرحنا عنها، قلنا عندي البيزل أو الإمبريشن سيرفيس اللي هو السطح السفلي للدنشر اللي راح يقابل يكون مقابل الريزيجوال ريدج، خلينا نقول the leverage position and occlusal surface of the teeth السطح الإطباق مال الأسنان. The location and form of the polished surface موقع وشكل البولشت سيرفيس اللي هو السطح الخارجي اللي راح يقابل خلينا نقول الميوكوزا الليبيال ميوكوزا الليبيال والبكال ميوكوزا وراح يقابل التانج من جهة اللينجوال. The
The polished surface is determined by إذن شنو الأشياء اللي راح تحدد لي شكل ال polished surface. The width of the border of the denture. إذن عرض ال borders of the denture. The buckling وال position of the teeth. وهذا شرحناه ال buckling وال position of the teeth جدا مهم إني أحطه بمنطقة بحيث لا يتعارض ويا cheek ولا يتعارض ويا tongue. The fullness given to the wax to obtain convexity or concavity both facially and lingually. يعني إيش قد أحط واكس، كمية الواكس اللي راح يخليها التكنيشن، وشنو الشكل اللي راح ينطيني إياه، هل راح أشكلها إنها تكون مقعرة أو محدبة فيشلي ولينجولي. وهسه راح نشوف شنو المفروض يكون شكلها، هل هو concave or convex. The action of the muscles of the cheek and tongue exerts horizontal force in the direction of the occlusal plane. By the tongue and cheek can act either as placing or displacing agent depending on the shape of the polished surface. إذن هنا نقول إنه المسلز راح تنطيني إذا تشوفون هاي الأسهم اللي موجودة هنا حوالين الأوكلوزال بلين الشيك والتانج راح تسوي لي فورس هنا بهاي المنطقة. الشيك راح تدفع الأسنان للداخل والتانج يريد يدفع الأسنان للخارج. فأني ضروري جدا شرحنا قبل عن الزون اسمها نيوترال زون. شنو النيوترال زون؟ هو المكان اللي أحط به الأسنان بحيث الإكسترنال فورسز اللي جايتني from the lip and cheek لازم تكون equal للإنترنال فورسز اللي جايتني من التانج، بحيث أنه لا التشيك تضغط على الأسنان وتدفعها الأسنان وبالتالي الدنتشر وتدفعهم باتجاه اللينجوال وبالتالي يصير عندي displacement تقلل stability ويطفر الدنتشر من مكانه فيصير عندي poor retention، ولا التانك يحاول يدفع الأسنان لي برا وتصير عندي نفس المشكلة. لازم أسوي setting للتيث بزون اسمها neutral zone بحيث أنه القوة اللي جاي عليها من التشيك واللب اللي جاي على الأسنان تساوي القوة اللي جاية من التانك. فلنفرض انه انا حطيت الاسنان اكثر باتجاه اللينجوال، ايش راح يصير؟ التشيك القوه التشيك صارت بعيده فما راح تضطر تبذل هاي القوه. بالمقابل التانك متضايق لانه الاسنان جايه باتجاهها وماخذه من السبيس مالته، فايش راح يسوي؟ راح يبدا يدفع الاسنان لي برا، فبالتالي هنا ما راح يصير عندي equilibrium بالفورس. التشيك ما تنطيني فورس، ما ما ماكو اي فورس منها على الاسنان. بالمقابل التانك دا يدفع بالاسنان لي برا فراح يطفر الدنشر، راح تختفي عندي الريتنشن والاستابيليتي. نفس الشيء طبعا بالنسبه للانتيريور، اللب هم دا تدفع الانسايزرز لي جوا والتانج التيب اوف ذا تانج تدفع لي برا، فلازم الانتيريور تيث احطهم نفس الشيء بالنيوترال زون. نشوف هنا هم حجينا عن الكونفكسيتي والكونكافيتي. لازم الدنشر يكون ب كونكافيتي، اسوي كونكيف. ليش؟ لانه دا تشوفون الفورم اوف ذا تانج، التانج ب كونفكسيتي، فاني حتى اوفر هذا السبيس لهذا التانج يبقى بنفس الشكل مالته، فبالتالي ما تزيد الفورس اللي ضاغطه على الدنشر، لازم اسوي الدنشر سلايتلي كونفكس كونكيف العفو حتى يصير اكوميديشن، يعني التانك يرهم على الدنشر كانما هو مكانه الطبيعي، ما يحس انه الدنشر ضايقه. اما اذا التانك هيجي واني هم سويت الدنشر هيجي راح يصير اكو فورس هنا، راح يضايق التانك، راح يحس انه اكو شيء من جزء منه ما راكب، بينما لمن اسوي كونكيف راح يجي التانك ويقعد هنا يركب عليه من دون اي force applied on the teeth. زين. When the lingual and buccal borders of the mandibular denture are being shaped، لما أسوي lingual والbuccal border they can be made concave so that the tongue and cheek will grip and tend to seat the denture. إذن technician عنده خيارين، يا إما راح أسوي بيهم concavity. طبعا الconcavity من نقول هي concavity بسيطة، يعني ما راح أسوي نقرة، لا بس slide concavity منا slide concavity منا بحيث التشيك والتانك يقعدون بالمكان المناسب، فبالتالي من يقعد التانك هيجي براحته على الدنشر راح يضغط الدنشر لي جوا،
فرح يقعد الدنشر بمكانه، بالعكس ما رح يخليه يطفر لأن هو مرتاح ومرتخي، فبالتالي رح ينزل على الدنشر ويعمل كأنما قلنا التانجول تشيك والجريب and tend to seat the denture، يعني راح تلزم الدنشر وراح تقعد بمكانه لأنها مرتاحة ريلاكس ما صاير بها أي contraction. In the opposite case where the lingual and the buccal surfaces are made convex by waxing، إذا opposite case سويتهم convex يعني هيجي وهيجي، فبالتالي لا تشيك مرتاحة ولا التانج مرتاح، the force resulting from pressure of the tongue and cheek will tend to unseat the denture. التشيك تريد ترجع لمكانها راح تضغط على الدنشر، التانج يريد يرجع بمكانها راح يضغط على الدنشر، فبالتالي اثنيناتهم راح يسوون displacement للدنشر، راح تصير عندي extra force applied on the denture، بالتالي راح يطفر الدنشر من مكانه، فبالتالي stability will retention عندي راح أتقل. The buccolingual position of the teeth is important because a buccal position of the teeth would necessitate shaping the surface of the denture base in such a manner that the muscle action of the cheek would tend to unseat the mandibular denture. قلنا نفس الشيء بالنسبة مو بس the polished surface الأكريليك، لا حتى الأسنان، إذا حطيت الأسنان too far buccally الشيك راح تضغط عليها وراح يصير عندي displacement of the denture، إذا حطيت الأسنان too far lingually التانج راح يضغط عليها وراح يصير عندي displacement of the denture. هسه نيجي المنطقة الثانية هم تهمنا، احنا طبعا قلنا انه يهمني انه يكون الشيك والتانج ريلاكست وما بهم اي contraction. هنا نيجي المنطقة اسمها المودولس. The buccal surface of the mandibular denture in the first premolar region should be shaped carefully so as not to interfere with the action of the modulus connecting the facial muscles with the orbicularis oris. تشوفون هاي النقطة هنا اللي هي منطقة، نشوف الكروس سكشن هو هنا منطقة نفس الشيء هاي اللي هنا مشرين عليها بالدائرة السوداء، هاي المنطقة اللي هي المودولس هي نقطة التقاء المسلز الفيشل مسلز، يعني العضلات اللي جاية من الوجه سواء عضلات الزايجوما عضلات الخدود عضلات التشيك عضلات اللب كلها تلتقي بهاي النقطة مع الأوربيكولاريس أوريس اللي هي العضلة مال اللبس، فأسميها المودولس. فهنا هاي النقطة هم أكتيف، ليش؟ لأنه أي عضلة راح تتحرك بالوجه راح تجر لهاي المسل، راح فبالتالي يعني أي حركة راح بالوجه راح تجر المسل التابعة إلها سواء سمايلينج أو واحد زعل واحد ابتسم راح تنسحب بالتالي المودولس، لأن قلنا كل عضلات الفيس مرتبطة بيها. فأني هم يهمني إنه المكان بالبولشت سيرفيس اللي قابل هاي البوينت اللي هي أكتيف بوينت يتغير شكلها وممكن يصير بها كونتراكشن، هم يهمني إنه يكون بديبريشن حتى ينطي مجال الحركة هاي المودولس، الحركة اللي راح تتحركها المودولس، فبالتالي من تتحرك إذا إلها مكان حركة مدى تتحرك به اللي هو depression بالpolished surface، فبالتالي ما راح يصير ضغط على الدنشر ويطلع من مكانه لأنه أصلا المكان موجود، بينما لو أني كنت تارس المكان وحاشرتها ما خليتها تتحرك براحتها، فبالتالي أي ابتسامة أي ضحكة ممكن أنه يندفع الدنشر لأنه هي راح يصير بها contraction راح تدفع، الدفع راح يروح على الدنشر فبالتالي راح يتحرك راح تقل الستابلتي مالته. This connecting point of the muscles can displace the mandibular denture if the polished surface inclines toward the cheek or if the arch in the premolar region is too wide. إذا قلنا أنه ممكن يصير عندي displacement بحالتين، يا أما polished surface درسته وخليته يتجه باتجاه التيث، ما سويت مثل ما موضح عندي هنا بالصورة هنا مكان المودولس إذا تشوفون صاير depression، لا إذا أنا سويته هيجي فبالتالي راح المودولس هنا ما راح ياخذ راحته راح يضغط على الدنشر راح يصير displacement، أو إذا كان الارج مكان المودولس too wide يعني شكل الارج مسوي مثلا مربع بحيث مو هيجي وصاير عندي space للمودولس يكون مسوي على شكل مربع فبالتالي ما أخذ مكان المودولس.
The wax surface around the teeth are known as the art portion of the polished surface and should, for aesthetic reason, imitate the form of the tissue around the natural teeth. إذن ال wax surface اللي هو هذا اللي هو هنا هذا ال wax اللي هو يمثل لي قلنا ال polished surface كله راح أسميه ال art portion. Especially around the teeth الحوالين الأسنان قريب من الأسنان راح أسميه الارت بورشن. ليش الارت؟ لأنه مهم جدا أن واحد يتفنن به حتى يطلع لي استاتيك زينة. The upper part of the polished surface known as the anatomical portion. إذن the polished surface عندي جزئين. The upper part اللي هو هذا أسميه anatomical. ليش anatomical؟ لأنه اللي يهمني به إنه يرجع لي الأناتومي مال البيشنت قبل ما يصير به bone resorption. هذا اللي أريده منه. أما السمايل فقليل البيشنت يعني الاستاتيك خلينا نقول قليلين البيشنت اللي من يبتسمون توصل ابتسامتهم لهنا تبين اللثة مالتهم. أما contour of the polished surface أو the upper part of the polished surface known as the anatomical portion. إذن عندي two parts. The art portion اللي هو around the teeth القريب اللي قلنا مهم أنه واحد يتفنن به حتى يطلع لي استاتيك زينة. وعندي the anatomical portion اللي هو لي فوق البعيد اللي ما يهمني منه غير الأناتومي. The contour of the polished surface begin at the gingival color of the prosthetic dentition. إذن الكونتور مال البوليشد سيرفيس يبدأ منطقة الجنجايفل كولر. وين هالجنجايفل كولر؟ اللي هي هذا هاي المنطقة around the teeth أسميها الجنجايفل كولر. Requirements of waxing the polished surface. شنو اللي أريده من الواكسينج من عملية الواكسينج للبوليشد سيرفيس؟ أول شيء they should duplicate the covered soft tissue as accurately as possible realistic not exaggerated. إذن لازم duplicate the covered soft tissue يعني لازم الشكل مال البوليشد سيرفيس يشبه التشو اللي دا يغطي. يعني إذا أني راح أغطي البلت الدنتشر يغطي البلت. إذا كان البلت مثلا في شيب أني ما أجي بالواكس أغير شكل البلت وأسوي مثلا سكوير شيب لأنه هو البيشنت البلت مالته في شيب. ما يصير أضيف طبقات واكس بحيث أنه بالأخير يتغير شكله يصير راوند أو يصير سكوير. لا لازم دائما أتبع الأناتومي اللي موجودة مال التشو اللي أصلا عندي. The borders both labial and buccal should fill the vestibule. The borders اللي هي الفلانج أطراف الدنتشر لازم تملي الفستيبيول. ما أريدها تو ثيك بحيث يبين عندي بلكي يعني مثلا الفستيبيول مال الليب يكون متروس كل شهواية فبالتالي الليب تنترس والنيزوليبيال أنجل تصير عندي أقل من 90 لأنه متروس المكان أكريليك. ولا أريد الأكريليك كلش ثن بحيث ينكسر أو يكون حاد يجرح البيشنت مثل رفع الحد السكين. Notches should be provided to accommodate the mucous membrane attachment frenum both in size and direction. تذكرون السبيس بالدنتشر اللي مخصص للفرينم أسميه notch أخذناها بالأناتوميكال لاندمارك. فبالتالي النوتشز لازم أسويها بطريقة أنه تستوعب الفرينم التابع إلها وتستوعب إذا كان أكتف فرينم تستوعب الموفمنت مالته يعني أنطي مساحة كافية مو بس للفرينم بمكانه وهو ساكن ما بيه حركة لا حتى من يتحرك أحاول أنطي مساحة كافية. The contour of the facial flange should be compatible with the cheek and lip. حكينا عنها. The contour of the lingual flange should be compatible with the tongue. نعم حكينا عنها. The palatal section of the maxillary denture should be nearly a reproduction of the patient palate and drogi. هم قلنا يعني ما يكون patient V shape أحوله إلى square أو أحوله إلى round shape. Avoid a bulky wax up. ما أريد يكون الواكس كميته كل شهواية لأنه راح يصير الدنتشر بالأخير ثقيل والبيشنت غير هيك ما راح يرتاح راح يحس أنه حلقة انترس بعد ما عنده فراغ بحلقة لأنه كله متروس. The additional bulk of acrylic resin may contribute to porosity and dimensional processing error. بالإضافة أنه كل ما زدت الواكس معناته راح أزيد كمية الأكريليك اللي راح تصير عندي بالنهاية مال الدنتشر
الأكريليك نعرف الدايمنشنال ستابيليتي مالته مو عالية، الشرينكيج بي كلش عالي إنه يتقلص كلش عالي، وكل ما زدت الثيكنس مال الأكريليك زاد عندي كمية الشرينكيج اللي راح يصير عندي بالأكريليك، فبالتالي قلت عندي الأكيوريسي مال الدنشر. يعني الدايمنشنز مالته راح تختلف كل ما زادت كمية الأكريليك عندي. The procedure of waxing اللي هو الفيستونينج of complete denture. الفيستونينج هي عملية الواكسينج لل complete denture، وهسا نشرح شنو هو الفيستونينج بالضبط. هاي السلايدات اللي عليها سيركل فوق مثل ما تشوفون مطلوب من عندكم بيها بس الحكي اللي بالبولد، هي شرح الخطوات عملية مال المختبر، إن شاء الله راح تأخذوها بالتفصيل وراح تطبقوها وراح تمتحنون بيها بمادة المختبر، فأني ما أحتاج هنا إنكم تحفظوها، أحتاج بس قراءة وفهم. يعني حتى إذا إجى سؤال عليها راح يجي مجرد فهم، لا راح يجي تعداد ولا راح يجي اشرح للطريقة ولا أي شيء من هذا. فالحفظ بيها بس اللي يكون بالبولد بالخط الغامق. فالبروسيجر اوف واكسينج، اول شيء كونتور ذا واكس كيرفولي تو بريفنت موفمنت اوف ذا تيث، اسوي له كونتور بحيث تشلب بيه الاسنان وما تتحرك. بليس ستريبس اوف بيز بليت واكس الونج ذا فيشال سيرفيس اوف ذا ترايل دنتشر سو ذات ذي اكستند فروم ذا جينجيفال ثيرد اوف ذا تيث تو ذا ايدج اوف ذا كاست. اذا انا عندي هسه البايت مالتي وحطينا عليها الاسنان، اريد اسوي واكسينج، ايش راح اسوي؟ راح اجيب شريط من الواكس البيز بليت واكس وأحطه فوق الأسنان يغطي بس النيك of the teeth، بعدين أجيب hot plate يعني أداة من الأدوات أو hot spatula وراح أموع هذا strip الجديد الشريط الجديد من الواكس، أموعه حتى يندمج بالواكس اللي موجود أصلا عندي اللي مشلبة به الأسنان. With a hot spatula load the strip of the underlying wax at 1/4 inch intervals and melt the wax into contact with the neck of the teeth. هسه بالصورة راح نوريكم شلون انه نموع الواكس. After the wax has cooled, carve the interdental papilla. اذا تلاحظون هنا بالواكسينج اكو مكان به خسفة ومكان به ارتفاع مثل ما تشوفون، يعني هنا عندي مثلا هاي خسفة، هنا عندي ارتفاع، هذا الشيء كأنما ينطيني شكل الروت مال التوث، خسفة وارتفاع خسفة وارتفاع، هذا اللي أسميه فستونينج، اللي هو أنه أموع الواكس على البولش سيرفيس بمسافة ربع إنش، يعني بين كل ربع إنش والثاني أحط خط مايع من الواكس، فبالتالي يبرز عندي مكان الروت مال التوث، وورا الروت يصير عندي مثل خسفة، بعدين أرجع أصعد حتى أبين الروت الثاني مال التوث، وراها تصير عندي خسفة، بعدين أرجع أصعد وهكذا حتى يبين عندي natural appearance. هاي البروسيجر هي اللي أسميها festooning. زين، وعندي هم الانتردنتال بابيلا، ما ادري اذا ما اخذيها بالدنتال اناتومي او لا، اللي هي هاي القم اللي داخله تصير هيك شكلها، شوفوها اللي داخله بين الاسنان، هاي اللي اسميها انتردنتال بابيلا. The papilla must extend to the point of tooth contact for cleanliness. بالناتشرال تيث لازم البابيلا تكون واصلة للpoint of contact، يعني نقطة التقاء هذا السنترال بهذا السنترال، خلي نقول هنا البابيلا لازم تكون نازلة واصلة للpoint of contact حتى ما يتجمع أكل، إذا كانت أقصر من الpoint of contact راح يصير عندي space بين الأسنان، هذا السبيس راح يفوت بي أكل، فبالتالي يصير عندي التهاب باللثة ويصير عندي تسوس بالأسنان. The papilla must be of various length. طبعا يختلف طول البابيلا من tooth لتوث، يعني البابيلا اللي موجودة بين two centrals تختلف مثلا طولها عن طول البابيلا الموجودة بين اللاترال والكناين وهكذا، فمو كلهم نفس الطول أسويهم. The papilla must be convex in all direction. لازم تكون convex محدبة، ما أريد بها تقعر حتى ما تلم أكل، ما يصير مكان depression ويتجمع به الفود. The papilla must be shaped according to the age of the patient. ونحتاج نسويها حسب عمر البيشنت. شنو يعني عمر البيشنت؟ يعني إحنا كل ما تقدم العمر بالمريض
كل ما يصير عندي شيء أسميه ريسجن أوف دنتال بابيلا، يعني تتراجع الدنتال بابيلا، تنزل عن نقطة الكونتاكت تصير أعلى، فبالتالي يصير عندي هذا الفراغ اللي قلنا بين الأسنان ويجمع أكل، وهاي المشاكل كلها تصير. فإذا كان عندي البيشنت مثلاً خمسينات، لا أترس له المكان هذا، يعني أوصل الانتردنتال بابيلا للنقطة مال الكونتاكت بتوين the two teeth. بينما إذا كان البيشنت عندي أكبر، لا أسوي بها ريسجن، يعني ما أوصلها لنقطة للpoint of contact، أخليها شوية إذا كان بالماكسيلا خلي نقول شوية فوق، أترك فراغ حتى ينطيني appearance مال إن البيشنت old، فبالتالي يبين إنه الدنتشر ناتشرال أكثر، ما أترس لياها بحيث تبين إنها فريش وكلين وماكو أي مشكلة وما تنطي عمر البيشنت. بالتالي the procedure of waxing نكمل. زين هسا خلصنا، قلنا انه سوينا الديبريشن هذا اللي يمثل لي الروت، ديفلوبينج ذا مارجن، وسوينا الانتردنتال بابيلا. هسا هنا يشرح لنا الطريقه اللي راح اسوي بيها المارجنز حوالين النيك اوف ذا تيث. ديفلوبينج ذا مارجن باي كارفينج وذ ان اش نمبر 5 هاي انسترومنتس تستخدموها بالمختبر، اور لاكرون كارفر مثل ما شايفين بالصوره، هو كامش لاكرون كارفر ات 45 انجل تو ذا نيك اوف ذا تيث. شوفون هذا الحكي اللي بالبولد مطلوب منكم، يعني من اريد اسوي المارجن شنو راح استخدم؟ راح استخدم اش نمبر 5 او اللاكرون كارفر، هي الموست كومون اللي نستخدمها بالمختبر، بشرط انه الانجل تكون ات 45 ديجري انجل، مثل ما تشوفون هنا كامو شهيجي، ما كامو شهيجي 90 ولا كامو شهيجي، لا منطي بها ميلان 45 درجة. The posterior area should have a marked fullness، مثل ما تشوفون posteriorly المارجن راح تكون عندي thickness مالتها شوية أعلى. نشوف هنا كان شوية thick، هنا أخذ منه باللاكرون كارفر شوية نزله حتى صير عندي forming أو shaping للpolished surface. زين the ledge around the teeth are not contoured as root of the teeth other way to wax buccal and labial surfaces to produce shallow grooves in the interradicular spaces. These grooves should not extend to the gingival margin which should be slightly raised in the interdental space to form the papilla. هذا السلايد حاطين عليه سيركل وما بيبولد، بس الشرح يقول انه الديبريشن عندي هنا مثل ما تشوفون هنا ما اوصله لهاي المنطقه المرتفعه اللي هي مال الانتردنتال بابيلا، لان انا الانتردنتال بابيلا اريدها ريزد يعني بارزه، يعني مرتفعه مو ديبرست داخل اللي جوا، لا اريد بيها بروز للخارج حتى تنطيني الشكل مال البابيلا اللي هو الشكل مال النيك مال التوث، مال القم على النيك مال التوث لازم يكون بيها ارتفاع. وقلنا حتى ما يصير عندي ديبريشن، وهاي المنطقة أكثر شيء يكمش بيها الأكل ويجمع بيها البلاك والكالكولاس، البلاك والكالكولاس اللي هي بقايا الأكل خلينا نقول أو التكلسات تجمع بهاي المنطقة. فإذا كانت depressed داخل اللي جوا راح تصير مثل الحفرة تلم هواية، بينما لا إذا كانت مرتفعة فتصير أسهل وأنظف. زين wax the lingual flange of the mandibular denture thickly enough to fill a depression all depression and to slope down from the neck of the teeth and inward toward the tongue. The slope of the flange should be free from the undercut and very slightly concave or at or near the lower border. إذن اللينجوال فلانج هم لازم أسوي له واكسينج بحيث يكون thick enough to fill all the depression، يعني يكون بي thickness تترس كل الفراغات، يعني ما تتعدى على حدود التانك بس لا تترس كل الفراغات الباقية، ما أريد يصير space بين الفلانج والتانك، ولا أريد أنه لا أسوي له over contouring بحيث أنه يأخذ من مجال التانك، أريد يكون space realistic يمثل الواقع وتارس كل الفراغات الباقية من دون ما يتعدى لا على التانك ولا على التشيك. Contour the wax around the necks of the maxillary posterior artificial teeth to form part of a clinical crown and to make these teeth more natural in size and more compatible to the tongue.
نفس الشيء بالنسبة للواكس الموجود around the posterior teeth. احنا قلنا بالanterior teeth يهمني اكثر اني اسوي البابيلا مثلا raised، اني امد الانتردنتال بابيلا لحد point of contact، وقلنا مرات حسب عمر البيشنت يهمني اني اسوي الفستونينج اللي هو قلنا الديبريشنز والريزنج والديبريشن والريزنج اللي راح تنطيني منظر يشبه شكل الروت. ليش؟ لانه هاي المنطقة هي استاتيك زون، يبتسم بيها البيشنت وتطلع عندي بالابتسامة، فأريد منظرها يكون زين. posteriorly ما راح تبين هالقد، بس هم أسوي بيها interdental papilla حتى ينطيني natural appearance، هم أشتغل بيها. بالنسبة للposterior أطلع الكلينيكال كراون، إحنا عندنا التوث الارتيفيشيال يجي شوية طويل، أطول من التوث الموجود inside the patient mouth، فأنا أحاول أغطي من الطول مالته بالواكس بحيث كمية الكراون اللي تبين عندي برا الواكس تكون تشبه الكراون، كمية الكراون أو طول الكراون الموجود عندي بالناتشورال تيث. The palatal surface of the maxillary denture should be waxed to uniform thickness of 2.5 mm. هاي جدا مهم. البالت الثيكنس مال الواكس اللي هي بالأخير راح تنطيني الثيكنس مال الأكريليك مال الدنشر لازم تكون تقريبا 2.5 مم، ما أريدها أقل بحيث يكون ضعيف الدنشر وينكسر، ولا أريدها أكثر بحيث أنه تكون كلش ثيك وبلكي بالنسبة للبيشنت، لأنه إحنا هم التانج هنا يلعب دور. التانج مكانه بالبلت، يعني من سد الحلق التانج تقريبا قاعد هم مكانه ماخذ من البلت، فأنا إذا سويته كلش ثيك هم من البيشنت سات حلقة راح يتضايق لأنه التانج ما مرتاح، من فوق أكو شيء ضاغط عليه لي جوا، فمهم جدا ان الثيكنس هنا تكون 2.5. when the processed resin is smooth and polished the palate will be as thin as possible and yet sufficiently thick to provide adequate strength. اذا اريد اضعف شيء بنفس الوقت السمك ما يكون كلش ضعيف ويكون thick enough انه ينطيني sufficient thickness وadequate strength قوة للدنشر حتى ما ينكسر. After the wax has been contoured smooth it by flaming stippling. إذا بعد ما خلصت هاي البروسيجر كلها، سويت contouring للواكس anteriorly، سويت contouring posteriorly، راح أسوي smoothening أطريب الفليمينج، أمرر الواكس على الفليم حتى الزيادة النتوءات الهاي كلها تموع يتوحد شكل الواكس، وراها نسوي شيء اسمه stippling. الستيبلينج شنو يعني؟ الستيبلينج of the wax an alternative to gingival contouring. Some people stipple the wax and this produce a finished denture whose surface shows an orange peel effect produce a very pleasing result. إذا عندي الستيبلينج هي طريقة ثانية أنه أو مو طريقة ثانية، طريقة إضافية حتى يبين الدنشر عندي ناتشرال، اللي هي مثل يصير نقاط بالواكس مثل ما تشوفون بالصورة، شلون القشر الأورنج بيل قشر البرتقال مو بي نقاط هيك خفيفة منقط كله، فنفس الشيء بالنسبة للقم. أكو patients تكون القم مالتهم هيك شكلها، فمرات هذا ينطي natural appearance إذا البيشنت أصلا كانت القم مالته طبيعتها هيك. This may produced by tapping the surface of the wax with the bristles of a toothbrush after first warming the surface or by a small burnishing by rotating in a hand piece and then polish it with wet cotton. إذا شلون راح أسويها؟ بطريقتين، يا أما أني أستخدم البرش مثل ما شايفين بالصورة، أكمش البرش أسخن الواكس أول شيء حتى شوية يصير طري، وأكمش البرش وأمشيها عليه حتى تسوي لي يعني أشيلها وأحطها أشيلها وأحطها بمناطق مختلفة حتى يطلع عندي إفكت مثل الأورنج بيل، أو أني أجيب بيرنشينج بير اللي هو نوع مخصص من البير أحطه بالهاند بيس ويفتر يسوي لي هذا الستيبلينج ابييرنس. الى ديس ادفانتج هو طبعا لانه راح اسوي نقاط، فبالتالي السيرفس راح يصير عندي رف، فراح يكون مهيئ انه يلم الفود ديبوزيشن البلاك الكالكولس راح يصير تشكل بي، مو مثل من يكون عندي سيرفس ناعم هم اسهل تنظيفه وهم الشغلات ما تعلق بي لانه ناعم، بينما من اسوي بي خشونه لا راح يكون اكثر عرضه انه تتراكم عليه البقايا.
Disadvantage of stippling is that it produces a denture which is more liable to contamination by calculus deposit. الكالكولس اللي هو الجير فبالتالي contamination يعني تلوث فرح يكون لأنه رف رح يكون أكثر قابلية أنه يتلوث بالجير. If it done, it should be confined to the area of the denture which can be seen when the patient grains broadly. إذا ردت أسويها يستحسن أني أسويها بس بالمنطقة اللي تبين عندي لما البيشنت يبتسم ابتسامة عريضة. يعني تقريبا هيك منطقة الانتيرير الجزء الأقرب للأسنان اللي هو رح يبين. أما باقي الدنشر لا أعوفه سموث حتى ما تلتصق به بقايا الطعام ولا يتراكم عليه الكالكولس. Establishing of posterior palatal seal area. لسه عندي area اللي هي palatal seal area. سميها posterior palatal seal area. It is the soft tissue along the junction of the heart and soft palate on which pressure within physiological limit of the tissue can be applied by a denture to aid in the retention of the denture. إذا هاي المنطقة كلش مهمة مهم تحفظون التعريف مالتها وتفرقون بينها بين posterior palatal seal area شنو معناها والفايبريتنج لاين شن هو رح ناخذها هسه بالتفصيل. البوستيرير بالاتال سيل اريا هي مكان بوستيرير اللي يقع بالبالاتال ريجن هو بالضبط الجنكشن اوف ذا هارت اند سوفت بالات يعني مكان التقاء الهارت بالات بالسوفت بالات. احنا نعرف البالات تو بارت عندي الهارت اللي هو سقف الحلق اللي احنا نحس به والسوفت يمتد لي ورا فمنطقة التقاء الهارت بلت بالسوفت بلت هي اللي راح أسميها posterior palatal seal area. زين أنا هنا دا أنتقل من منطقة هارد اللي هي كلها بون إلى منطقة سوفت اللي هي ماكو جواها بون فهاي السوفت يصير أسوي بيها pressure يعني تنضغط لأنها سوفت مو supported by bone بينما البلت العادي الهارت بلت إذا ندخل إصبعنا صعب نضغطه لأن بي كمية بون كبيرة أما السوفت بلت ينضغط within physiological limit يعني بالحدود فيزيولوجية يعني مو ضغطة كلش بحيث يتأذى لا بس بي ضغطة خفيفة ما تأذي وهي هاي القابلية مالته هو هذا المدى مالته مال الضغط. The posterior border of the denture is determined in the mouth and its location is transferred into the cast. ليش يهمني أعرف posterior palatal seal area؟ لأنه هي اللي راح تحدد لي منطقة انتهاء الدنشر. يعني أنا الدنشر من أسوي لوين أمده؟ النص الهارت بلت أمده للسوفت بلت وين بالضبط أمده؟ posterior palatal seal area will guide me أنه لوين أمد الدنشر posteriorly. وأحددها طبعاً بالماوث أستخدم قلم معين اسمه copying pencil يرسم بالحلق وأدخل الدنشر inside the patient mouth ورا ما أرسم فبالتالي الرسم اللي رسمته بحلق البيشنت راح ينطبع على الفيتنج سيرفس مال الدنشر أطلع الدنشر وأحطه على الكاست فالطبع اللي نرسم على الفيتنج سيرفس مال الكاست على الفيتنج سيرفس مال الدنشر راح ينطبع على الكاست فبالتالي راح أنقل الـ posterior palatal seal area من الـ patient mouth للكاست. The location of the right and left hamular notch are marked with an indelible pencil. الـ indelible pencil هو نفس الـ copying pencil اللي حكينا عليه فراح أحدد الـ right and left hamular notch وراح أحدد الـ fovea palatini أخذناها هي تقريبا بالميديان palatal suture موقعها. The vibrating line the posterior part of the posterior palatal seal area. إذا قلنا posterior palatal seal area هي junction between the heart and soft palate. زين ال posterior line أو الحد الخلفي لل posterior palatal seal area هو عبارة عن خط. هذا الخط راح أسميه vibrating line. ال vibrating line وين راح ينتهي؟ يعني هذا الخط وين راح ينتهي؟ بالضبط راح يمثل لي junction of the movable part and non-movable part of the soft palate. The vibrating line, the posterior part of the posterior palatal seal area, normally used as a guide to the ideal posterior border of the denture. It may be slightly anterior to the fovea palatini. هسه بالصور راح نشوفها ونفهمها أكثر. تشوفون هاي المنطقة اللي ورا هنا خلنا نقول على الكاست أوضح هي صايرة مثل نسميها butterfly shape هيجي وهيجي وهيجي الرسمة الموجودة عندي تمام أحدد الهاميلر نوتش الرايت هنا الهاميلر نوتش الليفت هنا
فوبيا باليتي إني هنا أرسم خط، وقدامه راح تكون هاي المنطقة. زين، هاي هي البوستيرير باليتال سيل اريا اللي هي موجودة بين الجنكشن اوف ذا هارت باليت هنا والسوفت باليت هنا. البوستيرير ليميت مالتها او الخط الخلفي اللي هو هذا، هي هاي كلها اسميها بوستيرير باليتال سيل اريا. الخط الخلفي منها اسميه فايبريتنج لاين. الفايبريتنج لاين هو مو جنكشن بين الهارد والسوفت باليت، لا، البوستيرير باليتال سيل اريا كلها المنطقه هي تقع بين الهارد والسوفت باليت، بينما هذا اللاين توتالي بالسوفت باليت. بس هو شنو راح يفصل لي؟ راح يفصل لي الموفابل بارت عن النون موفابل بارت اوف ذا سوفت باليت. السوفت باليت ينقسم عندي الى تو بارتس، موفابل ونون موفابل. النون موفابل اللي هو راح يكون اقرب للهارد باليت، يعني كامش او هي المنطقه اللي راسا، منطقه من السوفت باليت اللي راسا تيجي ورا الهارد باليت، تكون نون موفابل ما تتحرك. ليش؟ لان بعد اكو كميه بون جواها، هي صح بيها حركه واقدر اسوي بريشر عليها تنضغط لي جوا، بس مو هذيك الحركه. وراها تيجي لي النون موفابل او العفو الموفابل بارت اللي هو يتحرك فريلي، ماكو اي بون جوا، فبالتالي الحركه مالته راح تكون فري موفمنت. فالفايبريتنج لاين هو اللاين اللي يفصل لي الموفابل عن النون موفابل بارت اوف ذا سوفت باليت. يعني من اقول بوستيرير باليتال سيل اريا هي منطقه بحد ذاتها، منطقه واسعه، بينما فايبريتنج لاين هو خط واحد. فالمنطقة اللي هي posterior palatal seal area هي تقع بين junction of the heart and soft palate، بينما vibrating line اللي هو الخط الخلفي من هاي الحد الخلفي من هاي المنطقة راح يفصل لي الموفable عن النون موفable part of the soft palate، ما إلي أي علاقة هنا بالheart palate. زين، تشوفون هنا الصورة، هذا الضغط دا يضغط عليها، فهي منطقة تنضغط بيها تصير ضغط شوية. هذا الضغط يفيدني بالريتنشن مال الدنشر. ليش؟ لأنه الدنشر أقدر أسوي بيه ثيكنس بحيث يغوص بهاي المنطقة. من يغوص بهاي المنطقة رح يمنع الأكل إنه يدخل جوا، رح يمنع الهواء إنه يدخل جوا، فبالتالي يزيد عندي الريتنشن. فهذا هو البوستيرير باليتال سيل أريا. نشوف الادفانتج، ليش مهم اني احدد البوستيرير باليتال سيل اريا؟ It helps to determine the posterior border of the maxillary denture. اول شيء راح تحدد لي وين انهي الدنشر، الماكسيلري مو المانديبولر، ما عندي بالماندبل، ما عندي بوستيرير باليتال سيل اريا لانه اصلا ما عندي باليت، فهاي حصرا للماكسيلا. It helps to compensate for the shrinkage of the acrylic resin in this area during processing. يعني بهاي المنطقة احنا قلنا ان الاكريليك يصير بيه شرينكيج، يتقلص. زين، هاي المنطقة مو قابلة للضغط، اقدر اضغطها لي جوا، فاني بالبوستيرير باليتال سيل اريا راح ازيد كمية الاكريليك، يعني الكاست راح احفره بحيث ينترس اكريليك. تشوفون ان شاء الله بالمختبر شلون. فبما اني زدت كمية الاكريليك هنا، فمن يصير عندي شرينكيج راح يتقلص الاكريليك اني اصلا زايدة، فش قد ما يصير بيه شرينكيج راح تبقى عندي كمية زايدة تسوي لي بريشر بهاي الاريا وتسوي بيها سيل، تسدها بحيث لا فود يطب ولا اير ولا اي شيء ثاني. Provide a good seal in the posterior area for the maxillary arch which increase retention. نفس الشيء، بما ان الدنشر راح يغطس بالسوفت تشو فراح يصير شيء محكم الاغلاق، ما راح يدخل الهواء، فبالتالي يزيد الريتنشن. It prevents food to enter under the maxillary denture and reduce the tendency for gag reflex. هواي من المرضى يعانون من gag reflex اللي هي من يلبسون الدنشر يصير عندهم مثل ردة فعل يريدون يتقيؤون. فهاي المنطقة posterior palatal seal area بالضغط اللي راح يصير على السوفت باليت راح يقلل من الجاج ريفلكس اللي عندهم. هسه انتهينا من الواكسينج، نيجي للجزء الثاني اللي هو البروسيسينج اوف ذا دنتشر. يعني كملت الواكسينج، ها هي اريد اغير الواكس عندي الى اكريليك، فراح تصير عمليه البروسيسينج. شنو الخطوات اللي راح اسويها حتى يتبدل عندي الواكس انتو اكريليك؟ فلاسكينج اول خطوه، هي خطوات هوايه ولازم نحفظها بالترتيب.
أول خطوة منعتهم اللي هي الفلاسكينج. شنو يعني فلاسكينج وشن هو الفلاسك؟ فلاسكينج it is the process of investing the cast which with its wax denture in a flask to make a two-sectional mold used to form the acrylic resin denture base. يمكن شوية تلاقوها صعبة بس إذا استعنتوا بفيديوهات اليوتيوب أو إن شاء الله بالمختبر تأخذوها تسهل عليكم هواية. هسا أنا عندي هذا الكونتينر اللي تشوفوا اسمه فلاسك. هذا الفلاسك راح أنزل به الكاست اللي قاعد عليه البيز بليت والواكس والأسنان وكل شيء. راح أنزله هنا وأغطي كله بالستون، وراها طبعا أنزله يصير جزئين بحيث أقدر أفتحه، وهسه راح نشوف شلون. من ينفتح أنا غطيته كله بستون، فبالتالي الستون من نزل عليه أخذ الإمبريشن مالته، أخذ طبعة الأسنان البولش سيرفيس والكاست أصلا ما أخذ لي الشكل مال الفيتينج سيرفيس. فمن أفتحه أشيل الأكريليك والواكس اللي كان عندي وبداله أحط مادة الهوت كيور أو الهيت كيور أكريليك اللي أنا أريدها حتى يصير عندي الفاينل دنتشر. الفلاسك it is a metal case use the dental stone to invest the cast and trial wax denture to create the mold within. إذن الفلاسك هو هذا الوعاء الحديدي اللي راح أحط به الكاست ويا الواكس ويا الأسنان ويا كل شيء حتى أسوي قالب من عنده أصنع الفاينل دنتشر. The flask consists of أجزاء الفلاسك، عندي lower half, upper half والcover، يتكون من عدة أجزاء. إذا تشوفون هو ينقسم lower half اللي هو contains the cast اللي راح يقعد به الكاست الأصلي مالتي final cast. The upper half which captures the teeth of the denture، النص العلوي راح يصير به الأسنان. والcover اللي هو الغطاء عندي، هذا lower half، هذا الأبر هاف، وهذا الني، هذا طبعا يركب هنا وهذا يركب هنا الأغطية. زين الفلاسكينج تكنيكس حتى أسوي هذا المولد اللي قلت عليه inside the flask عندي two techniques، يا إما compression technique واللي هي راح أستخدمها غالبا، يا إما injection technique واللي هي خلينا نقول هي أدق وأفضل بس هي أقل استخداماً لأن يحتاج لها أجهزة خاصة ووقت جداً طويل. الكومبريشن تكنيك أو الأوبن باك ميثود، خلينا نسميها أوبن لأنه هنا أفتح الفلاسك وأحط الأكريليك ماتيريال مالتي. The master cast with the waxed trail denture is invested in the lower half of the flask with gypsum investment material. إذن راح أجيب الجزء السفلي من الفلاسك وراح أحط به أترسى جبسم وأحط الكاست اللي عندي. Then the upper half of the flask وراها أنتظر طبعا ترست الجبسم وغطست به الكاست، أنتظر الجبسم يصير set. وراها راح أحط the upper part of the flask وراح أرجع أعبي. The upper half of the flask is put in place and gypsum is poured to the occlusal surface of the teeth. إذن أول طبقة من الجبسم غطيت بها بس الكاست، بعدين راح أدهن فازلين أسوي مثل الطبقات حتى أقدر أفككه بالأخير، أدهن فازلين أركب الأبر بارت أرجع أترس لحد ما توصل للأوكلوزال سيرفيس أوف ذا تيث. The top portion of the flask is poured with another layer of plaster or stone and cover is placed on the flask. بعدين هم مو وصل أول طبقة وصلت للكاست، حطيت عليها فازلين، قعدت الأبر هاف ورجعت ترس الجبسم، وصلت للأوكلوزال سيرفيس أوف ذا تيث بس ما غطيت الكاسبات وحطيت فازلين، بعدين انتظرت يصير ست ينشف، رجعت درت فوقه بلاستر لحد ما غطيت كل شيء وحطيت الغطاء وعفته حتى يكمل السيتنج مالته مثل ما تشوفون هنا بالصورة. مقسوم عندي نصين، هذا اللور هاف وهذا الأبر هاف. اللور هاف راح يقعد به الكاست، وأنا طبعا حاطة الكاست وفوقه البيز بليت والواكس والأسنان وكل شيء. من أجي اللور هاف تقريبا بس قاعد به الكاست، راح أترسى بلاستر وأغطس الكاست هنا مثل ما تشوفون، دهنت فازلين أرجع أحط الأبر بارت وأحط another layer of plaster يوصل لهنا ما يغطي الكاسبات مال الأسنان، انتظر يصير ست، أعبي فازلين أحط أدهم فازلين، بعدين أترس هاي المنطقة وأحط الغطاء
وأعوف أصير بي سيتينج مثل ما تشوفون هنا. طبعا هي أكو طرق مرات يستخدمون مو كلها بلاستر، يعني الطبقة اللي تغطي الكاست اللي أغطس بيها الكاست هي تكون بلاستر، الطبقة الوسطانية اللي هي راح تغطي لي منها للأكلوزل سيرفس راح تكون ستون، والطبقة العليا خبط بلاستر وستون. زين، هاي طريقة الكومبريشن. يعني من كملت هنا صار 6 راح أسوي، راح أفتح منه، راح أفتح الفلاسك من هاي المنطقة، راح ينفصخ عندي اللور عن الأبر. من فتحته الكاست راح يبقى جوه طبعا لأنه كان مش بالبلاستر، هاي كلها راح أشيلها، الأسنان راح تبقى بهذا الجزء، راح تبقى ثابتة ما راح تطلع. فشنو راح يطلع عندي؟ البيز بليت ويا الواكس اللي موجود عليها راح أشيلهم، بس هي صح طلعت عندي بس مكانها ظل فارغ، ظل فراغ هنا مو جريتها، الأسنان معلقة فوق بالأبر هاف والكاست موجود باللور هاف، هاي المنطقة اللي هنا صارت عندي فراغ، فهاي هي المنطقة اللي راح أترسها بالأكريليك. زين، ثاني طريقة اللي هي الانجكشن مولد تكنيك، اللي هي احنا قلنا ادق بس تحتاج special equipment. It's a complicated procedure requires special flask and equipment. In this technique the wax batter is sprued and the material is injected into the mold. This process allows injection of further material during processing to compensate for the polymerization shrinkage. خلينا نشوف بالصورة، تشوفون هنا هم فلاسك وهم حطيت بي الدنشر، بس سويت شيء اسمه سبرو. تشوفون السهم وين مأشر، او اذا تشوفون هنا مثل قنوات، القنوات بشنو؟ هاي قناة وهنا أنا متصلة طالعة لي برا، هاي القنوات موجودة لي برا، من خلالها أضخ مادة مثل الصوندة، يعني أضخ مادة الأكريليك هنا أنا. يعني أسوي بنفس الطريقة وأفتح وأسحب عندي، أفتح الفلاسكات الأبر عن اللور وأجر عندي، طبعا نفس الشيء الأسنان راح تكمش بالأبر بارت والكاست موجود باللور كاست باللور بارت، بس عندي الأكريليك ويا البيز بليت ويا الواكس اللي عليها راح أطلعهم، راح يصير مكانهم فراغ، راح أرجع أسد الفلاسك وأبدأ أضخ مادة أكريليك تصير سائلة بهذا الفراغ. أضخ بنفس الوقت أني دا أطبخ الأكريليك، يحتاج حرارة حتى ينطبخ. هاي الطريقة بشنو مفيدة؟ أنه مو إحنا قلنا الأكريليك يصير بي بوليمرايزيشن شرينكيج، يتقلص ممكن وتتغير الدايمنشن مالته أو تصير بي فقاعات من الهواء. بما أنه إحنا هنا عندي مصدر دائم دا يضخ لي أكريليك، فش قد ما دا يتقلص أكو تعويض إله، ش قد ما يتقلص أكو تعويض، فبالتالي ينطيني نتائج أحسن. بينما هذيش الطريقة اللي بس أفتح وأعجن أكريليك، هنا يصير الأكريليك سائل ينضخ، هناك يصير عجينة بالكمبريشن، أعجن وأحطها وأطبق عليها وها هي أطبخها، يصير الشرينكج ما يصير الشرينكج ما أعرف. بينما هنا لا، عندي continuous supply يعني إمدادات دائمة بالأكريليك تضخ وهو دا ينطبخ، فش قد ما يصير عنده نقص راح يسحب بعد أكريليك، فمنها أجت أنه هو أدق، بس لأنه complicated تحتاج equipment خاصة فبالتالي يقل قلل الاستخدام مالت. So the procedure in processing the denture in compression technique. إذن الخطوات رح نأخذها بالتفصيل مع compression technique لأنه قلنا هي the most common method used in the laboratories. فنيجي نشرحها، طبعا هم حاط عليها دوائر، يعني بس المطلوب من عندكم حفظه هو الكلام اللي بالبولد، لأنه هي طرق كلها راح تشوفوها تطبقوها عملي بالمختبر. لو ماخذين المختبر كان الشرح هواية راح يكون أقصر وراح تفتهموه بطريقة أسهل، بس دا حاول أني أطول شوية بالشرح حتى توصل لكم الفكرة بشكل أوضح. زين، sealing the upper and lower trial denture all over the border until the margin of the cast while the cast is still on the articulator. إذا هنا عندي الكاست بعد على الارتيكوليتر، راح أسوي سيل للترايل دينشر all over the border، يعني شايفين البوردرز اللي معلميها بالأحمر، أترسها واكس بحيث تلزق بالكاست بعد ما تطلع من الكاست. وراها
Soak the cast and the mounting plaster in water a few minutes. إذن راح أدخل الكاست والبلاستر بالووتر حتى أقدر أفصلهم عن بعض. الماونتينج اللي هو الماونتينج بلاستر اللي موجود. عندنا هنا. إيه. الماونتينج بلاستر ده تشوفون هنا ايش ده يسوي. هسه مو فكيته من الارتكوليتر، عندي الكاست وعندي البلاستر اللي انا حطيته فوقه حتى اثبته بالارتكوليتر. راح اجيب مثل التشيزل مثل السكينه ومطرقه وادقه حتى ينفصل عندي الكاست عن الماونتينج بلاستر. Save the plaster mounting as it will be used to reposition the cast on the articulator after the denture have been processed. إذن أنا ما أريد أخرب الماونتينج بلاستر. إحنا قلنا قبل تذكرون أحط بي في نوتشز، يعني أحط بي فراغات حتى أقدر أفتح الكاست منه وأرجع في حال بالمستقبل صار عندي مشاكل بالأكلوجين، أقدر أرجع وأركبه وأشوف أصلح المشاكل على الارتكوليتر ممكن من دون ما يكون بيشنت موجود عندي. فأحاول أفك على كيفي، أحطه بالماي شوية حتى يصير طري وينفك، وأجيب مثل المطرقة وأقعد أدقه حتى ينفتح عندي. Make sure that there is enough space between the incisal and occlusal surface of the teeth and the top of the upper ring about 3 to 6 millimeters. If there is no space, then the cast base must be reduced in thickness. إذن أتأكد إنه عندي space كافي between the incisal and occlusal surface of the teeth and the top. يعني شايفين هاي المسافة لازم تكون من 3 إلى 6 مليم. ما أريد الأسنان directly طاخة بالكفر لأنه يصير عندي مشكلة، لا أريد الأسنان تكون أكو فوقها طبقة من الستون أو خلينا نقول ميكس من الستون والبلاستر بينها وبين الغطاء مال الفلاسك. الطبقة هاي من 3 إلى 6 مليم. If there is no space، إذا كانت الأسنان طاخة وما عندي أي space، أحاول أسوي trimming للبيز of the cast. أخذ منه بحيث ينزل لي جوا، فبالتالي الأسنان راح تنزل، فبالتالي يصير عندي space هنا. Adapt a layer of tinfoil to the base of the cast, slightly overlapping the edge to ensure clean removal from the investment. Apply separating medium to the cast and فلاسك. إذا مرات يبطنون الكاستات أو الفلاسك بتنفويل اللي هو ورق القصدير حتى بسهولة يقدرون يشيلوه. Wax denture painted with surface tension reducing agent to decrease likelihood of bubbles and formation. إذا الدنشر راح أدهنه بمادة اللي هي اسمها tension reducing agent، يعني مادة تمنع أو تسهل إنه البلاستر يغطي الواكس من دون ما تصير عندي فقاعات، حتى بالفاينل ريزلت ما يصير عندي bubbles formation بالدنشر أو nodules يعني بروزات بالدنشر بسبب تكون الفقاعات. بس السلايدات طبعا عليها دوائر وما بيها بولد، ما مطلوبة منكم يعني، بس فكرة بسيطة وإن شاء الله تطبقوها باللاب. اللي عليها دائرة وبيها بولد فنحفظ البولد، والما عليها دائرة مطلوبة من عندكم. Invest the lower half of the flask first. إذن هاي هسه عندي lower half مثل ما تشوفون بالصورة، يعني بس الجزء السفلي من الفلاسك. إيش راح أسوي؟ راح أترسى بلاستر. إذا تشوفون هنا متروس بلاستر، البلاستر بعده طري، راح أغطس الكاست. طبعا أنا مسوية سيل للدنشر بيز، يعني الدنشر عندي أو الترايل دنشر لازقته، قلنا نلزقه نغطي البوردرز كلها بالواكس بحيث يلزق بالكاست بعد ما يتحرك، وأغطسه. البلاستر أريده بس يغطي الكاست، ها هي مثل ما تشوفون هنا الكاست بعد ما مبين عندي بس البيز بليت والواكس، فهذا اللي أريده من اللور هاف إنه بس يغطي عندي الكاست، أما الباقي يكون طالع. زين، من غطى عندي الكاست أنتظر يصير ست يجمد، أجيب مادة عازلة أسميها وأدهن بيها الجبسم، حتى شنو من أصب الطبقة الثانية ما تلتحم كيميكالي، ما ترتبط بالطبقة الأولى، لأن أنا حاطة مادة عازلة، فمن أجي أفتحها بعدين ينفتح عندي بسهولة. Invest the lower half of the flask first. Use the mixture of plaster or stone and place in the bottom of the flask. Center the cast in the lower half of the flask. هاي نقطة هم كلش مهمة، إنه لازم أخليه بالسنتر،
يعني ما أخلي مثل ما تشوفون بهاي الصورة منا مسافة صغيرة ومنا مسافة كبيرة، لا أسنترها بالنص. The cast is pushed down to place until its rim is nearly level with the top edge of the bottom of the flask. إذن أنزل الكاست بحيث لحد ما الرم مالته الحفة مالته هنا تشوفون جاية ويا الحفة مال الفلاسك، ما أغطسه أكثر لأنه البلاستر رح يغطي لي البيز بليت، ولا يكون صاعد بحيث أنه مبين عندي الكاست، لا أريد الكاست كله يغطس بالبلاستر. Note that the posterior portion of the cast is level with the edge of the flask. نفس الشيء ال posterior portion مال الكاست هم لازم تكون ويا ال edge of the flask، ويا حافة الفلاسك ما صاعدة عنها. Invest the lower half of the flask first. Remove any undercut in the stone. Undercut will prevent the separation of the upper ring from the lower portion of the flask. إذن أسوي smoothening. إذا صار عندي set أسوي smoothening، يعني أطري ما أريد بي حفرة وينزل عليها البلاستر اللي راح أصبه بالأبر هاف يدخل بالحفرة ويصير عندي مثل قفل، يعني undercut ويدخل بي البلاستر اللي جاي من فوق اللي راح أرجع أصبه ويصير عندي مثل شيء قفل وصعب اني افتحه، لا اتاكد ان كله سموث ما بي اي اندركات، وراها احط الابر بارت. The stone is smoothed and level between the edge of the cast and the rim of the flask and then allow the stone to sit. After the final setting of stone has occurred it will be coated with separating medium اللي هي المادة العازلة اللي قلناها. اذا اول شيء اترس اللور هاف بلاستر، اغطس بي الكاست عندي لحد ما يصير الليفل الرم مال الكاست حافة الكاست مساوية ويا حافة الفلاسك، وراها انتظر يصير ست اتأكد ما بي اي اندركات، وراها ادهن بسبريتينج ميديوم. مثل ما تشوفون هنا الكاست ابدا منبين كله غاطس، الحافة مال الكاست جاية ويا الحافة مال الفلاسك انتيريرلي وبوستيريرلي. زين وراها ايش راح اسوي؟ مثل ما تشوفون بالصورة حط الابر بارت وقام يصب ستون عليه. الستون الوين اريده يوصل للأوكلوزال سيرفيس اوف ذا توث، يعني ما اريده يغطي كله، اريد اسوي مثل طبقات حتى بعدين سهل علي افتحها واطلع منها الواكس. Position the ring of the flask. Mixing of stone is done. Pouring of the mixture to flow and reach all surface of teeth without any air bubble by putting the flask on the vibrator. The vibrator هو جهاز ينطيني مثل الرجاج حتى يطلع الفقاعات. يعني من أجي أسوي هاي العملية أحط الفلاسك على الفايبريتر أشغله رح يبدأ يرج عندي الفلاسك وأني دا صب فتطلع كل الفقاعات اللي ممكن تكون موجودة بالستون نتيجة خلط الستون. The investment material must reach the incisal edge and the occlusal surface of the teeth. Separating medium is painted. نفس الشيء راح انتظر يصير بيست احط عليه separating medium on the second layer of a plaster. After setting and smoothening of plaster is done, a third mixing of stone is done and pouring it until the flask is filled with plaster and the flask is covered and some plaster enter through the holes in the cover and around the edge. This pour will easily be separated during divesting procedure اللي هي التفكيك مال investing، يعني أسوي ركب الطبقات. Divesting يعني أفتح الطبقات. And will be aware of the position of the teeth when using any mechanical device to break away the stone mold. وبنفس الوقت فائدة الطبقات أني أعرف وين مكان الأسنان، أنا أريد الأسنان تبقى بمكان ثابت ما تتحرك لأنه أنا حاطتها بمكان معين ما يصير تروح منا ومنا، فأني بهاي أني أسوي طبقات راح أعرف الأسنان بيا طبقة موجودة بالطبقة الثانية، فبالتالي من أفتحها على كيفي. The plaster is left to sit completely for about 45 minutes. إذن ورا ما سويت الطبقات وكملت أعوف الفلاسك كله مسدود مدة 45 دقيقة حتى يصير بي setting. هنا من يقول إنه الستون لازم أزيد الكمية بعدين من أحط الغطاء بحيث من أحط الغطاء يطلع من الظروف الموجودة بالغطاء حتى أعرف إنه غطى وكفى عندي الستون مو بينقص، يطلع من الظروف مال الغطاء ويطلع عندي من الإجز من الأطراف. Wax elimination. هسا الفيرست قلنا الفلاسكينج، الخطوة الأولى الفلاسكينج، الخطوة الثانية اللي هي الwax elimination. سويت فلاسكينج وسويت الطبقات وعفت يسيد يعني يصير يتصلب خلينا نقول، وراها أريد أجيبه أفككه
وأشيل الواكس حتى أعوض عليها بالماتيريال النهائية مال الدنشر. After the complete set of the gypsum, the flask is ready for the next step, which is wax elimination. ضروري نحفظهم بالترتيب. الخطوة الأولى flasking, الخطوة الثانية wax elimination. Place the flask on the ladle and lower it into boiling water bath for 5 minutes. إذن أحطه boiling, مي يغلي لمدة 5 دقائق حتى يموع عندي الواكس. This will soften the wax denture base, which can be easily removed from the mold when the flask is opened. حتى يصير طري وبسهولة يطلع لما أفتح الفلاسك. After 5 minutes, remove the flask from the boiling water and gently open it. Insert a wax knife between the lower and upper halves and gently separate them. إذا بعد 5 دقائق أشيل الفلاسك من الماء المغلي، أفتحه عن طريق أني أدخل الواكس نايف بين الجزء العلوي والسفلي وأحاول أفصلهم. بما أني حاطة سبريتينج ميديم فرح ينفصلون بسرعة. مثل ما تشوفون هنا انفصل عندي الجزء السفلي اللي هو صار عليه الكاست، ما مبين الكاست طبعا، غاطس بالستون، وهاي اللي هي البيز بليت، والواكس المفروض اللي فوق البيز بليت مع لما حطيته بالبويلينج ووتر وطلع من الفلاسك. أما الجزء العلوي موجود عندي الأسنان عليه. Remove the semi-solid piece of the wax denture base. إذن رح أشيل ال semi-solid piece اللي هي البيز بليت مالتي. All the teeth should remain in the upper half of the flask, using more hot boiling water to flush out all the remnants of the wax. إذن قلنا الأسنان راح تبقى بالأبر بارت من الفلاسك، ما راح توقع الأسنان. اللور بارت راح ياخذ عندي الكاست، والأبر بارت راح تتشلب بيه الأسنان، وأني راح أشيل قطعة الأكريليك، والواكس راح يموع بفعل الماي المغلي. وهم من فتحته إذا تشوفون عندي ريمينانس من الواكس موجودة على الأسنان، فش أسوي؟ أحطها بمشين وأفتح عليها مثل الدش ماي حار حتى الواكس كله يموع ونتخلص من أي بقايا للواكس. زين. Wax solving can be used with a stiff brush to remove any remaining wax on the teeth. Then مرات استخدم wax solvent. Solvent يعني مذيب للواكس. استخدمه إذا كان عندي بقايا مدى تطلع بالماء الحار. As soon as possible, flush the mold with clean hot water and detergent. The detergent will be flushed out the wax residue from the area that cannot be reached with the wax solvent. Immediately flush the mold with hot water to remove all traces of the detergent solution. إذا مرات استخدم detergent solution اللي هو يذوب الواكس، قلنا اللي مدى يذوب بفعل الماء الحار، وورا ما أخلص من detergent solution أرجع أسوي washing للdetergent solution بماي حار. It is essential to remove all wax residues. يعني ضروري إني أتخلص من كل الواكس، لأنه الواكس إذا بقى على الأسنان رح يعمل كطبقة عازلة ما تخلي الأكريليك يرتبط بالأسنان اللي عندي. فبالتالي بالفاينل دنشر من أفتحها رح تطلع عندي الأسنان مفصولة عن الدنشر الأصلي. نمتشل بيبي. The acrylic resin will not adhere to surface coated wax, artificial teeth basal area. Stand the flask on its side and allow it to drain dry and cool. ورا ما خلصت غسلته بالماء الحار، أوقف الفلاسكات حتى ينزل منهم الماء ينشفون ويبردون. مثل ما تشوفون بالصورة هسه بين عندي الفيتنج سيرفس مال الكاست. شلت قطعة الأكريليك، الواكس مع من الماء الحار والديترجنت اللي استخدمناهم، الكاست بقى بالجزء السفلي من الفلاسك، بينما الأسنان بقت عندي هذا النيك أوف ذا توث اللي مبين عندي، أما الكاسبات والإنسايز الإتش داخلة غاطسة بالستون. فالأسنان بقت عندي بالأبر هاف وبيناتهم صار فراغ، فهاي المنطقة كلها رح أرجع أترسها بالأكريليك. Third packing. بالنسبة للباكينج هسه قلنا أول شي فلاسكينج، يعني حطيت الكاستات بالفلاسك وسويته طبقات وعفته يسيد، وراها الواكس إليمينيشن أريد أشيل أو الدي واكسينج أريد أشيل الواكس اللي عندي كله. فش سويت؟ رجعت فتحت الطبقات،
فتحت الأبر هاف عن اللور هاف، شلت البيز بليت، شلت الواكس، غسلته بماء حار حتى أتخلص منه. هسه أريد أسوي باكينج. شنو يعني باكينج؟ يعني أخبط مادة الأكريليك وأحطها بالسبيس بالمولد اللي صار عندي، مكان الواكس اللي راح ومكان البيز بليت اللي شلتها وتخلصت منها. Separating medium is used on plaster or stone. أول شيء أحطه، أحط separating medium. مو صار عندي فراغ، أدهن الكاست كله، الفيتينج سيرفس اللي طلع عندي أدهنه كله بseparating medium، حتى من أحط الأكريليك وينشف الأكريليك ينطبخ بسهولة، يطلع من الكاست ما يلصق به. فseparating medium is used on plaster or stone. Care should be taken not to painting the teeth with separating medium. مهم إنه separating medium أحطها على الكاست وعلى الستون، ما أحط على النيك of the teeth. ليش؟ لأنه رح يعمل كمادة عازلة تمنع ارتباط الأسنان بالأكريليك، وأنا أريد الأسنان تلتصق بمادة الأكريليك. The mold is left to dry and another coat is painted on the flask and also left to dry. إذن أمسح طبقة أولى من separating medium، أعوفها تنشف على الكاست، أرجع أمسح بعد طبقة. Heat cured acrylic is used. Polymer monomer is mixed according to the manufacturer instruction. إذن مادة الأكريليك الهيت كيورد اللي هي تتصلب بالحرارة. أكو أنواع من الأكريليك، أكو تتصلب عن طريق الضوء، أكو تتصلب بالبرودة، أكو تتصلب بماء مغلي بالحرارة. بالبرودة يعني كيميكال، يعني من وحدها تعوفها يصير بيها كيميكال رياكشن تصير صلبة. احنا اللي نستخدمها غالبا اللي هي الهيت كيور اكريليك، نستخدمها للفاينل دنتشر. تتكون من بوليمر اللي هو الباودر والمونيمر اللي هو السائل، نخبطهم حسب التعليمات اللي عندي. بالعادة تكون 10 سي سي من المونيمر و30 سي سي اوف بوليمر، يعني نسبة 1 إلى 3. will be enough to pack an average size denture. كافية حتى أسوي بيها denture average size، لا هو كبير ولا هو صغير. After mixing of the material on a clean jar and reach dough stage, it's ready for packing. إذن بعد ما خلطت الماتيريال البوليمر والمونيمر وصلت الدو ستيج اللي هي مرحلة العجن، تمر بستيجات عديدة أكيد أخذتوها بالدنتال ماتيريال، وواحدة من الستيجات اللي هي الدو ستيج اللي هي تنعجن بس بعدها ما متصلبة، فرح أبدأ أسوي بيها باكينج. مثل ما تشوفون هنا الصورة الاف ديتهن أو كل الصور ديتهن لي بسيبريتينج ميديوم. المهم إنه ما حط على الأسنان، يدهن فيتينج سيرفيس مال الكاست مثل ما تشوفون، ودهن حوالين الأسنان الستون الموجود هنا، بس الأسنان هنا ما قرب عليهم ولا دهنهم بسيبريتينج ميديوم. باكينج ذا ماتيريال ان ذا أبر هاف اوف ذا فلاسك، being sure to press it well into the area around the teeth. إذن أحط الماتيريال، العجينة صارت عندي بالجزء العلوي من الكاست. use enough material to ensure over packing. دائما أحط هواية ومن أسده وأضغطه يطلع زيادة أحسن من ما أحط نقصان، لأن النقصان ما يتعوض، الزيادة بالضغط راح تطلع برا الفلاسك وأشيلها وأتخلص منها. أما إذا صار عندي نقص فما راح يبين، ومرات يطلع عندي أجزاء ما موجودة بالدنشر، مرات يطلع عندي الدنشر أصغر من حجمه. At least two trial closure are done and before the final closure a thin layer separating medium is applied on the cast and the nylon sheet is removed and then the two halves of the flask are closed under pressure by pinch press of about 100 kg per square centimeter. Then the flask is put in spring clamp and the clamp is closed tightly. يعني راح أجيب أعجن الماتيريال أحطها بالأبر هاف وراح أطبق الفلاسك وأضغطه. عندي جهاز خاص اسمه هيدروليك بريس، أدخل بيه الفلاسك يصير مثل الجيج مال السيارات ويضغط حتى تطلع عندي الإكسس ماتيريال من الأكريليك وأتخلص منها. مرات يحطون مثل نايلون شيت، يعني ورقة نايلون مثل النايلون نغلف بيه الأكل حتى من نرجع نقدر نفتح الفلاسك وأباوع أكو كمية ناقصة لو لا هذا إنف. مرات يستخدموها بس أغلب التكنيشن طبعا ما يسووها، يعني ها هي مرة واحدة يحطون كمية كبيرة بحيث يكون عندي زيادة مو نقصان، ويضغطوا يسووا له بريسينج، بعدين نحطه بكلامب. الفلاسكات تنحط بكلامب حتى تنزل بالماي الحار. تشوفون هاي الجهاز هو الهيدروليك بريس، مثل جيج السيارات
هاي نصعدها لي فوق، يدخل الفلاسك هنا، نستخدم هذا حتى نضغط الهاي وتطلع لي، ننزلها نظل ننزلها. هنا أنا يحسب عندي، احنا قلنا 100 كيلوغرام بير سكوير سنتيمتر، تطلع المفروض عندي الاكسس من الاطراف مال الفلاسك من الادجز. هنا تشوفون هاي الطريقة اللي حكينا عليها، مرات يحطون نايلون حتى يقدر يرجع يفتح ويشوف هل الاكريليك غطى كل الاماكن، لو اكو اماكن ناقصة من عنده. زين، خلصنا ثالث خطوة اللي هي الباكينج. نيجي عندي الكيورينج اللي هي وصلنا لمرحلة الطبخ، اريد اطبخ الدنشر حتى تتصلب الماتيريال. احنا بما انه هو هيت كيور اكريليك فلازم احطه بمي حار حتى تتصلب المادة عندي ويصير عندي الفاينل دنشر. curing polymerization of acrylic resin by heat، يعني تصلب الأكريليك بواسطة الحرارة. The amount of heat must be controlled while processing acrylic resin، كمية الحرارة لازم أتحكم بيها، ما أحطها كلش حار ولا أحطها حرارته واطية. type of curing cycle، عندي نوعين من عمليات الكيورينج. الكيورينج سايكل يا إما اللونج سايكل اللي هي البطيئة السلو، يا إما الشورت سايكل اللي هي الأسرع. بالنسبة لللونج سايكل اللي هي السلو، heat the flask in water at 60 to 70 degree centigrade for 9 hours. إذن اللونج سايكل اللي هي الطويلة عبارة عن أجيب الفلاسكات ورا ما ضغطتهم حطيتهم بالكلامبات، أريد أنزلهم بالماء الحار، عندي أجهزة خاصة طبعا تنضبط بيها الحرارة والوقت، أنزل بيها الفلاسكات اللي مربوطة بالكلامب وأحط الحرارة عندي تكون 60 إلى 70، وأعوفها بهاي الحرارة لمدة 9 ساعات تنطبخ على كيفها. هاي أسميها long cycle فترتها طويلة، أو slow بطيئة. أما short cycle أو rapid اللي هي heat the flask in water at 74 degree centigrade، أحطها بالماء على درجة حرارة 74 لمدة 90 منت يعني ساعة ونص، then boil أغلي المدة ساعة على 100 degree centigrade على درجة حرارة 100 for adequate polymerization of thinner portion حتى تتصلب الأجزاء الرقيقة به. إذن على مرحلتين الشورت تصير ساعة ونص على درجة حرارة واطية 74، بعدين أصعد الحرارة 100 وأعوفها لمدة ساعة إضافية، فالتوتال يصير ساعتين ونص، فهي شورت رابيد أسرع، بينما هذه لونج. زين، أيهما أفضل؟ The best curing cycle is the slow اللي هي long curing cycle. ليش؟ Because most of the conversion of monomer to polymer occur during the period at 70 degrees centigrade and the rapid curing cycle may induce a greater dimensional change in the denture than slow curing method. إذن الأفضل هي long cycle. ليش؟ لأنه تحول المونيمر إلى بوليمر، اللي هي هاي العملية تتحول المونيمر إلى بوليمر، هي اللي راح ينتج عنها تصلب المادة، فهاي العملية أغلبها يصير بدرجة حرارة 70، فأني من الأفضل عندي إن تكون درجة الحرارة 70 لأطول فترة ممكنة. بينما الشورت لا، الشورت بيها استعجال، راح أحط 70 بس ساعة ونص، بعدين راح أصعد درجة الحرارة حتى بسرعة يتحول. أني من بسرعة يتحول ما ينطيني نتائج أفضل، الشرينكج راح يصير أكبر. مرات المونيمر بدرجة حرارة 100 ما يتحول، لا يتبخر، يعني درجة حرارة غليان فيبدأ يتبخر، فيصير عندي بوروزيتي، يصير عندي شرينكج، فتكون النتيجة أسوأ. بينما من أعوفة على راحته بدرجة حرارة 60 إلى 70 اللي هي مو درجة حرارة الغليان، يكون أفضل، يتحول على كيفه وأغلبه يتحول من دون شرينكج. فالأفضل هي اللونج أو السلو كيورينج سايكل. after curing and before deflasking، يعني قبل ما أفتح، إذا كملت الكيورينج انطبخ، قبل ما أفتح the flask must cool slowly to room temperature to allow adequate release of internal stresses and thus minimize the risk of rupture of the base. إذن لازم يعني من أطلع من المي الحار، ما أطلع من مي حارة غطسة بمي بارد حتى يبرد بسرعة وأفتح الفلاسك، لا، أعوفه يبرد بدرجة حرارة الغرفة حتى ما يصير عندي شرينكيج وما يصير عندي تحولات بالمادة internal stresses بالمادة، فبالتالي يتلف عندي الأكريليك، لا، أعوفه على كيفه يتخلص من الحرارة.
It is fifth deflasking. هسا وصلنا للديفلاسكينج. إذا أخذت أول شيء الفلاسكينج، سويت الطبقات. ثاني شيء الواكس إليمينيشن أو الدي واكسينج، شلت الواكس والأكريليك بيز. بعدين سويت الباكينج، حشيت بمكان اللي شلته أكريليك، هيت كيورد أكريليك. بعدين سويت كيورينج، طبخت الأكريليك. وآخر شيء دي فلاسكينج، راح أفتح الأجزاء حتى يطلع عندي الفاينل دينتشر. It is the removal of the mold from the flask and separate the denture and the cast from the mold. Divesting. هناك كان investing، هنا أنا divesting راح أفككهم. The flask is removed from the mold using flask ejector which is used to separate the flask from the mold after removing of the cover. إذا عندي مثل المطرقة أو جهاز، جهاز ما متوفر، غالبا يستخدموه مثل الجاكوج، يدقون حتى يطلعون الستون، طبقات الستون من الفلاسك، أو يستخدمون هذا الجهاز الموجود بالصورة اللي هو الفلاسك إجكتر حتى دا طلع المولد، القالب الجوة عندي من الفلاسك اللي هو الميتال كيس. By using a saw, longitudinal and horizontal cut are carefully made through the plaster or stone and the piece are gently removed. إذن باستخدام المنشار أقطع الطبقات اللي أنا سويتها حتى أشيل الدنتشر. The cured denture and their cast have been removed from the mold. إذن أظل أسوي أقطع بالسو لحد ما أطلع الكاست وأطلع الدنتشر. مثل ما نشوف هنا بالصورة، دا يستخدم المنشار يشرح على كيفه. دا تشوفون هنا شال قطعة، هنا جاب الرونجر شال قطعة ثانية بحيث يطلع الكاست ويطلع الدنتشر سليمين. And thank you.